السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، واش كاين الصوت الإخوان؟ يلا اللي كيسمع يطبي سانكسان نشوف بعدا واش كاين الصوت ولا لا. هل هناك صوت؟ يلا اللي كيسمع يطبي سانكسان. مرحبا مرحبا مرحبا. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله في هذا النهار هذا إن شاء الله تعالى. كاين مزيان، غير بغيت نجاوب على جوج أسئلة اللي كيطرحوها مجموعة من التلاميذ. السؤال الأول اللي هو واش يقدر هاد السنة هادي تكون سنة بيضاء، والسؤال الثاني بطبيعة الحال واش يقدر يتأنولا الامتحان الوطني وباقي الامتحانات الإشهادية اللي كيدوزوها التلاميذ بحال ديال التسعة وديال السادس. مرحبا مرحبا. اذا غندويو على السنه البيضاء. بالنسبه لهنا ملي كندويو على السنه البيضاء شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها بانه العام الجاي غتقراو في نفس المستوى نيت ونفس التلامذه غيقراو في نفس يعني في نفس القسم، يعني ما تكونش شي حاجه. وين غنجاوب عليها؟ غنجاوب عليها كما قلت. بالنسبه للسنه البيضاء شنو كنقصدوا بها؟ يعني العام الجاي نفس التلامذ غيقراو في نفس المستوى، وهذا بطبيعه الحال غيشكل واحد مشكل كبير في المنظومه التعليميه. علاش؟ حيت حنا كما كنعرفوا كل سنه الالاف ديال التلاميذ او ديال الاطفال كيوصلوا السن ديال التمدرس، يعني غيبغيو يلتحقوا بالتعليم وما غيلقاوش اماكن. هذه الاولى، هذا غير مشكل بسيط من بين بزاف ديال المشاكل بلا ما ندويو على الميزانيه ديال التعليم وبزاف ديال الامور الاخرى. اذا حسب تصريح ديال وزير التربيه الوطني قال لك اودي القضيه ديال السنه البيضاء بلا ما تدوي عليها، يعني هذه حيدوها من رئيسكم بطبيعه الحال. السنه البيضاء ما كايناش، ما يمكنش تكون. واصلا قال لك عاوتاني قريتو 75% من البرنامج الدراسي، يعني الدروس قريتو منها 75%. ميمكنش واش فايت المغرب دار سنة بيضاء؟ وي، ولكن معقلتش اشمن عام بالضبط، معقلتش اشمن عام، حتى نقلب اشمن عام بالضبط ونقول لك. المهم هذه القضية الأولى، عفاكم ياك، بالنسبة للسنة البيضاء حيدو من الدماغ ديالكم، حيت شحال من واحد كيديرونجا بهاد القضية هذه، كيقول لك بلا ما نراجع غنعذب راسي غندير بلا ما واش مفهوم، يعني كيديرونجي راسو وكيفقد داك الحس ديال انه يوجد الامتحانات ديالو بزاف ديال الامور. الحاجه الثانيه هي واش غيتانولا الامتحان الوطني. هنا كاينين جوج احتمالات، ما غيتانولاش يعني الامتحان الوطني غدوزوه، غير هو كاينين جوج احتمالات. الا جاب الله يعني كما كتعرفوا الحجر الصحي قالوا نهار 20 ابريل، يعني الاخير اجل ديال الحجر الصحي هو 20 ابريل. هذا الشيء لا ما تزادوش وتطوروا حالات اخرين بسبب هذا المرض هذا اللي اجتاح بطبيعه الحال العالم كامل. اما يعني لا الى انتهى في نهار 20 ابريل راه غدوزوا الامتحان الوطني في التوقيت ديالو، في التوقيت اللي ديجا محطوط. اما في الحاله فاش غيكون شي مشكل، يعني غيزيدوا باقي في الايام ديال الحجر الصحي، شنو غيطرى؟ غتبدل التواريخ ديال الامتحانات الوطنيه. حسب التصريح ديال وزير التربيه الوطنيه قال لك ودي راه غتبدل، غيكون تغيير في تواريخ الامتحانات الوطنيه، وبطبيعه الحال غيشوفوا شي كيفيه كيفاش التلامذ يدوزوا الامتحانات ديالهم. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للقضيه ديال الامتحان الوطني. حيت شحال من واحد عاوتاني كيدخل لجوجل كيشوف كيكتبوا ليه تما امتحان وطني ملغى، لا غدوزو الامتحان الوطني. غير هو كما قلت لكم كاينين جوج حالات، اما غدوزوه في التوقيت ديالو اما غدوزوه ولكن ماشي في التوقيت ديالو، يقدر يزيدوا جوج سيمانات ولا سيمانه على حسب الحالات. دابا كلشي مرهون ومتعلق بحسب الحالات والمستجدات ديال الوضع الصحي في المغرب.
Anıtsız جيميل ارا ارا هذا هو المشكل دابا، هذا هو المشكل. راه غير قلبوا على شي طريقه كيفاش يدوزوا الامتحان الوطني. فعلا راه ملي كنقولوا الامتحان الوطني راه التلاميذ غيتجمعوا، وهذا كيشكل خطر بطبيعه الحال على الصحه ديال التلميذ وبزاف ديال الامور. ليلة أزمت لا ليلة صعيب يخرج في أقل. دابا أنا كنوصل لكم غير داك الشيء اللي كيقول وزير، اللي قال وزير التربية الوطنية، قال لك سنة بيضاء. ما يمكنش واخا يقلبوا على شي طريقة تدوز الوطني في الدار، المهم سنة بيضاء ما كايناش. لي كونكور اشكون اللي كيهضر دابا على لي كونكور؟ تتقد بعدا الأمور. راه ملي كنقولوا الوطني غيتأجل ولا سميتو، راه حتى لي كونكور، حيت لي كونكور متعلقين بالباك، الا شديتي البكالوريا عاد تلتحق بسميتو بالمدارس وبسميتو. بالنسبه للدروس كما قلت لكم، الا جاب الله انتهى الحجر الصحي نهار 20 ابريل والتحقتوا بالمدرسه، اكيد غتكون حصص إضافية من طرف الأساتذة، دروس الداء، مو بزاف ديال الأمور باش يعني ديروا واحد المراجعة. ماشي على أساس أنكم ما قريتوش دوك الدروس، لا، وزارة التربية الوطنية راه كتعتبرك كتقرا، راه دابا كتقرا، كتعتبرك راك في القسم، فلا راك في القسم ماشي عطلة، حيت داروا الدروس في القنوات التلفزية بطبيعة الحال وفي الموقع الرسمي، واخا أغلبية يستفدش منهم بسبب الكونيكسيون ما عندوش. مراقبة مستمرة. بالنسبة للمراقبة المستمرة دابا راه مازال ما باين، دابا مازال ما باين، وي راه داكشي اللي قلت، يعني ضروري غدوزو الامتحان الوطني بأي كيفية. هادشي حسب تصريح ديال وزير التربية الوطنية، جوج حالات دابا اللي قال، الا جاب الله تحيد او لا تلغى الحجر الصحي نهار 20 ابريل، راه غترجعوا للمدارس ديالكم عادي جدا وغدوزوا الامتحان الوطني في التوقيت ديالو الاصلي. الا جاب الله تطورت الامور، الوضع الصحي وداك التقاشر كامل وتزاد باقي سميتو، الامتحان الوطني غيتاجل، يعني غيتاجلوه، يقدر يمشي للصيف ولا غيزيدو جوج سيمانات ولا سيمانه على حسب، المهم غدوزو الوطني، ما غتكونش السنه بيضاء. هادشي اللي قال لكم وزير التربيه الوطني بطبيعه الحال. في النظر ديالكم انتم، يلا زيد نسولكم كاع، حيت كلشي كنشوفو كيدوي على سنه بيضاء هكا، واش انتم بغيتو سنه بيضاء ولا كيفاش في النظر ديالكم؟ يلا هذا سؤال مني ليكم، واش انتم كتفضلوا السنه بيضاء على انكم تكملوا؟ نشوف التعليق من هنا حيت تما ما كيبانش لي بزاف. حكيم قال لك سيدي بغينا محمد، لا بغينا أميمة، بغيناها ما كرهناش. أيه زكريا قال لك راه غادي يضيع عام من حياتنا، فعلا غيضيع، ولكن سمستر واش غادي لي بروبابيليتي؟ وي لي بروبابيليتي راه غنشرحهم،
الا درت سميتو سيمو قال لك الا درت فرنسا سنه بيضاء يديروا حتى المغرب. هو المشكل دابا يا ربي ما ديرش سنه بيضاء فرنسا. واخا واخا بلاتي واحد دقيقه يوسف، بغينا سنه بيضاء. انس، لا ما بغيناش سنه بيضاء. ربما من ناحيه في الصالح ديالنا ومن ناحيه اخرى. راه قلتي في الصالح ديالنا ومن ناحيه اخرى. يعني ما قلتيش العكس. سنه بيضاء في المتناول، بغينا تأجل الوطني. راه اصلا غير التاجيل الوطني هذا الشيء لما الى ما انتهاش الحجر الصحي نهار 20 ابريل بطبيعه الحال كما قلت لكم. واش بصح كاينه سنه بيضاء؟ لا ما كاينش سنه بيضاء. لا انا دابا غير سولتكم واش نتوما مزيانه لكم سنه بيضاء ولا لا. اما بالنسبه للتصريح ديال وزير التربيه الوطنيه قال لك ما يمكنش تكون سنه بيضاء، يعني غدوزوا الوطني غدوزوا باي كيفيه. بالنسبه للوطني واش غيتاجل؟ ممكن وي يقدر ياجل سيمانه ولا جوج سيمانات على الموعد ديالو بطبيعه الحال. سي يوسف قال لك سنه بيضاء فرصه لا تعوض لمن لا يملك حاسوبا ولا تلفاز. اي والله يكون في العون والله كيبقاو فينا هاد الناس هاد، ولكن شنو غدير. انا شخصيا ان شاء الله تعالى حيت اقسم بالله عرفتي شحال من تلميذ كيبقى فيه راه كتبغي تبكي ولا ما عرفت شنو كاع. كيجي بنادم كيقول لك استاذ بغيت نتبع الدروس وكا ولكن ما عنديش الانترنيت. هادشي علاش فكرت ان شاء الله العشيه ان شاء الله غنحاول نعاون 80 تلميذ، نوفر اليوم الكونيكسيون من المال ديالي الخاص، وغنشوف اساتذه اخرين واشخاص اخرين اللي بغاو يساهموا باش يتكلفوا بواحد العدد ديال التلاميذ. ماشي بالضروره يتكلفوا ب 80، انا اختاريت نتكلف ب 80 تلميذ، نوفر اليوم الكونيكسيون بطبيعه الحال، نصيفط لهم التعبئه ديال الكونيكسيون، ولكن نشوف اشخاص اخرين. ما 100 درهم 200 درهم 300 درهم شي حاجه اللي قدر عليها ان شاء الله. المهم غنشوف باش نوصلوا ان شاء الله ل 500 تلميذ. هادشي اللي فكرت فيه البارح، نعست وكنفكر شنو غندير شنو غندير، وجاتني هذه الفكره هذه ان شاء الله تعالى. مزياناش حيت غنضيعو العام وحنا ديجا قرينا 75%. وي راه هادشي اللي قال وزير التربيه الوطنيه، قال لك قريتو 75% من البرنامج الدراسي، يعني ما يمكنش تكون سنه بيضاء. تقريبا راه قربتو تساليو الدروس. سوسيا كنظن ديك 20 ابريل غير تاريخ افتراضي، واش كنظن يتاجل اوقات الفروض؟ وشكون اللي دوى على الفروض دابا؟ كندوى على الوطني. استاذ ولكن سعيد امزازي قال باللي ما غيتاجلوش الامتحانات المدرسيه عاد، قال غيتاجلو في الحاله فاش ما غيتحيدش الحجر الصحي نهار 20 ابريل، يعني الامتحانات الوطنيه غيتاجلو اما اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا على حسب، لا يصل الامور. المهم هذه القضيه كما قلت لكم ديال الكونيكسيون غنتكلف ب 80 تلميذ، وهذا الشيء غندوي عليه العشيه ان شاء الله اكثر باش نشوف شي طريقه كيفاش غنعرف هذوك اللي محتاجين الكونيكسيون، حيت عاوتاني هذاك اللي عنده الواي فاي حتى هو غيبغي يستافد. كاين بنادم اللي ما كيحشمش هكا بحال شي واحد كيصيفط الرقم ديال رميد من ايفون 11، وشوف انت عنده ايفون 11 وبقيت مع ديك 800 درهم ديال الدوله.
يلا الإخوان، هادشي اللي عندي باش نقول لكم. في أنا المهم موعدنا العشية إن شاء الله.